فالجواب عن ذلك بمجرد أن طلب الإذن يعني هي مؤمنة. بس مين أفهم بالدين، هن أو الرسول؟ رسول. مين أحرص على الدين، هن أو الرسول؟ رسول. إذا بدهم يقولوا مشركة يعني الرسول جاهل، يعني الرسول جاهل لما بيطلب الإذن بالاستغفار لمشركة. ونص القرآن واضح، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب الرسول طلب الإذن بذلك أم لا؟ بلى. لو كانت مشركة شو بينفعها الاستغفار؟ لو كانت مشركة شو بينفعها الإذن؟ ما بينفعها، فكان الرسول ما بيعمله، فكان الرسول لا يفعله. الله عز وجل أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات على الكفر، فهل يأتي نبي ليستغفر لمن مات على الكفر؟ لا. تعرفون ما معنى هذا؟ نسبة الخيانة إلى النبي. تعرفون ما معنى هذا؟ نسبة الجهل إلى النبي. تعرفون ما معنى هذا؟ نسبة التلاعب بالدين إلى النبي. لما يكون ربنا أخبرنا أنه لن يغفر لمن مات على الكفر، شو معنى يستأذن ليستغفر لها؟ يعني عزعم كأن النبي يقول لربه كذب نفسك واغفر لها، غير مشيئتك واغفر لها، كذب القرآن واغفر لها. هل هذا يليق؟ لا. اسمعوا ماذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، قال من صلى محدثا عمدا فقد كفر. هذا كلام أبو حنيفة، وما معنى بالدرس إذا مذكرين مين أبو حنيفة؟ هلا اليوم بمجلس الليل، شو قلنا؟ هو من التابعين، اجتمع بنحو 7 من الصحابة وأخذ العلم عن قريب 100 تابعي. أبو حنيفة عم بيقول من صلى محدثا يعني بلا طهارة، يعني بلا طهارة، منه على وضوء، صلى محدثا عمدا كفر. ليه؟ قال لأنه تلاعب بالدين، مع أن الشافعية فصلوا بها المسألة. ماذا قالت الشافعية في هذه المسألة؟ والصواب قال الشيخ مع الشافعية. اسمعوا ماذا قالت الشافعية، إن صلى عمدا بلا طهارة واعتقد صحة الصلاة كفر. هذه واحدة. تفصيل ثاني، إن صلى عمدا بلا طهارة واعتقد جواز ذلك كفر، أما إن وقف فعمل صورة الصلاة من غير اعتقاد الجواز والصحة فهو فاسق من أهل الكبائر، فهو فاسق من أهل الكبائر. هذا التفصيل عند الشافعية. لكن انتبه معي، ما معنى قول الشافعية صلى صورة؟ يعني بدون ما يقول، انتبه، من غير أن يقول أصلي فرض العشاء الله أكبر، لا، هذا ساعتها بيكون عند الكل كافر. ليش؟ لأنه قال بلسانه إنه يصلي الفرض، وهذا خلاف الدين، لأنه بيعرف الدين ما بتصح منه ولا يسقط عنه، هو على غير وضوء، على غير طهارة. طيب كيف بيعمل يعني حتى ما يكون كافر؟ بيجي بيوقف، بينزل بيعمل هيئة الركوع، بيطلع بينزل هكذا بدون ما يقول أصلي فرض العشاء الله أكبر، بدون هذا. واضح الكلام؟ فالشافعية فصلوا هذا التفصيل في المسألة. أبو حنيفة شو قال؟ كفر. ليش قال أبو حنيفة عنه كفر؟ قال لأنه تلاعب بالدين. هل السؤال هون، إذا كان في مثل هذه المسألة من يتلاعب بالدين يكفر، كيف بمن يأتي فيقول يا رب كذب نفسك وغير مشيئتك وكذب الشرع؟ كيف بمن يأتي وينسب كل ذلك للرسول؟ عم يستأذن رب ليستغفر لواحدة مشركة، هل هذا يليق بعصمة النبي؟ هل هذا حفاظ على الدين أم تلاعب بالدين؟ هل هذه الأمانة الدينية أم الخيانة؟ وهل هذا يجوز على الرسول؟ إذن آمنة مؤمنة على رغم أنف الوهابية، إذن آمنة مؤمنة. هذا الدليل، لاحظوا من القرآن آيات وأحاديث.